هنروح للخبر اللي بعد كده، والأهلي يقرر عدم مشاركة خالد عصر وعمر بدير في البطولة العربية للتنس طاولة. أحداث كتيرة وسريعة، البطولة العربية بتقام في المغرب، النادي الأهلي قرر عدم مشاركتهم. ليه عدم مشاركتهم؟ ليس الموضوع سلوكيا لكن الموضوع تربويا. هي دي مبادئ النادي الأهلي. مبادئ النادي الأهلي لما يحصل مشكلة بين اتنين لعيبة هناك بيقولهم شكرا تعالوا، يحصل تحقيق هو النادي. فالنادي الأهلي قرر الكلام ده، قرر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي رجوع أو عودة عمر بدير وخالد عصر بعد مشكلة جرت بينهم هناك. وقدامنا على الشاشة الأربع لعيبة اللي هيكملوا المشوار، مع إن كل الأندية المشاركة في البطولة العربية أندية كلها جايبة محترفين أقوياء جدا، يعني محتاجين أي لاعب، لكن مبادئ النادي لا تتجزأ في أي وقت. فليحصل مشكلة اتفضل تعالى جوه النادي ليتحاسب جوه النادي على طول. ده قرار كان قرار فوري وقرار فعلا في ناحية تربوية كويسة جدا عشان ما يتكررش بعد كده في أي لعبة من الألعاب التانية. فاللي بيكملوا الأربع لعيبة اللي قدامنا كابتن سيد لاشين وكابتن محمد البيلي وكابتن محمد شومان وشادي مجدي، وهي دي النادي الأهلي. المبادئ اللي تربينا عليها أهم من الفوز بالبطولات عشان عندنا ناشئ كتير في النادي الأهلي.